وطبعا يا جماعه لو تفتكروا اخر مقطع قلت لكم انا حفكر اتزوجها ولا لا، وراح اقرا تعليقاتكم، وبناء على تعليقاتكم وبناء على تفكير عميق قررت راح اتزوج هيونة ولا لا، وراح تعرفوا قراري نهايه المقطع. ابدا كلامي بتحيه الاسلام، السلام عليكم وعليكم السلام. اسمع رابي انت وهو وهي، معكم عمر خليل سيف الدين سراديه. مين ما شاف مقطعي حق هيونة الأخير؟ قبل ما نزل المقطع العالم كلها كانت تتكلم عن عمر وهيونة. نزلت المقطع على أساس إن أنا أرد على الناس، يا جماعة اطمنوا لسه ما في حاجة، البنت بس تبغى تتزوجني لا أكثر ولا أقل. الموضوع زاد عن حده، الناس مو بس وصلت لمرحلة إننا تزوجنا، لا الناس بدوا يتكلموا عن عيالنا. مو معقول كل ما أروح مكان عام مول ولا أمشي في الشارع يجيني واحد كده من آخر الشارع يقول لي هيونة خلاص جبتوا بيبي؟ ما جبنا بيبي ولا اصلا اتزوجنا، وكفايه كل تعليقات اليوتيوب، كل تعليقات التيك توك، كل التعليقات في كل مكان، متى تتزوج هيون؟ ايش صار على هيون؟ اي احد يسال عن هيون بعد المقطع ده بزرعتي في راسك. بصراحة أنا ما ألوم الناس، أنا اللي بلومه ألوم هيونة. ما هو طبيعي أنا كمتابع لما ألاقي هيونة نزلت خريليار مقطع عن ماكس اتش دي أشك في الموضوع. يا عم أنا نسيت أخش بالمقدمة، يا عم خلينا نخش بالمقدمة ونتفاهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمر من قناة ماكس اتش دي، عمر اللي لسه مو متزوج، وفيديو جديد يا حبيبي. لازم اوضح ان انا ماني متزوج، كفايه يا جماعه انا ماني متزوج. اشتركوا بالقناه اذا ما انتم مشتركين، فعلوا زر الجرس، نبغى نوصل 5 مليون في اسرع وقت. اللي لسه مو متابعني في حسابي في التيك توك ما عاد بقي لي شيء على مليون متابع، حسابي موجود في الشاشه هنا وبرضه تلاقوا رابطه تحت في الديسكربشن، خشوا وتابعوني هناك. نرجع لهيونه، بس لحظه جهزتوا مفرحات عصيرات اليوم كذا بابا بالنقنق مع اباكم تكونوا رايقين كذا وتسمعوني للاخر، لانه الكلام اللي قاعد يطلع علي غلط جدا يا جماعه. ما يحتاج اعرف من هي هيونة. هيونة المجنونة واحدة غريبة في التيك توك، تتابع مقاطعها تحس انك انت نايم الساعة 4 العصر في كنبة بيتكم وقاعد تحلم احلام العصر الغريبة. بدا الموضوع لما انسايز قرر يزوجني الهيونة بعد ما طفش منها. طفش منها بعد ما جنن منها. جايب لك عروسة شعرها حلو وصوتها حلو وبزوجكم على سنة الله ورسوله، موافق؟ احسها تناسبك. وطبعا رد عمر كان موافق موافق، وانا هنا قلت اوبا واعلم الكمين. وهيونة ما صدقت على الله، واحد تقول انه جميل، تقول انه يضحي، تقول انا ما قلت شيء. والظاهر البنت وقعت في الحب ونزلت عندنا خريليارات المقاطع في التيك توك وفي الانستغرام، فاليوم حنشوف المقاطع هذه مع بعض. خلونا نبدا. امانه لا تخاف مني، اتزوجها ولا اهرب؟ عمر عمر الزمن يجري، عمر هيا يا عمر، لا 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 بطلت. يا جماعة الخير شكلي ههرب. يا جماعة الخير الشغلة فيها كلبشات ودنيا، وانا الاشياء دي مو جوي يا جماعة الخير. وبعدين انا عندي سؤال لهيونة، ملاحظين شعرها؟ شايفين شعرها؟ شعرها لسه اخضر، اخضر يعني انسايز. ممكن نصرفها نقول اليوم الوطني، بس لا هذا قبل اليوم الوطني الفيديو. اخضر يعني انسايز، وانت تسوي فيديو عن ماكس اتش دي، انت تبغي انسايز ولا ماكس اتش دي؟ ولا بتلعبي على الحبل؟ يعني لو صبغت احمر افهم قلت ما ماكس اتش دي. وطبعا بعد ما نزلت الفيديو حق هيونه الظاهر اني سويت كارثه في عالم التيك توك، وبعد الفيديو حقي حسابها توثق. وشو باكولي يا جماعه باكولي. انا اسف انا والله ابو مو قصدي، انا ما امي دخل وما توثق ولا. يا جماعه ملاحظين قاعد تقول اتوثقت ما ادري، الظاهر هي هذه اللي ورا دوره. ايش اللي لابسه ده؟ شايفين ايش لابسه؟ اسمع البنت دي غريبه، لابسه الشرشف حق طاوله الطعام. ولا هذا فستان؟ لا لا ان شاء الله ما يكون فستان. داره فين كلكه التوثيق؟ مو شايفتها هذه؟ فين داره؟ كيكه قدامك شوف، يعني الكيكه هنا هنا تعرف. داره داره فين كلكه التوثيق يا داره؟ خلاص عاد هذه فين داره؟ بليف فينها؟ دورة قاعدة تقول لها هادي هادي الكيكة، وهي تقول لها دورة والله هادي الكيكة والله. ارحمي دورة. مسكينة دورة، ايش سوت لك في حياتها؟
النية كان انه حيد. هذا الفستان غير حق المقطع الماضي صح؟ دقيقة لا 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 من المال والله غير كم فستان هذه عنده؟ فكرت ايش الاحسن لمستقبلي كصانعة محتوى ناري. اختنا بالله هي لسه عايشة الدور ان انا حتزوجها ولا تحسب اني حمنتج لها كمان. انت اول شيء فرقي بين المفك والزرادية بعدين نتفاهم. اول شيء هذه ما هي زرادية. كم مرة اقول لك اجونا هذه ما هي زرادية. الزرادية؟ هذه الزرادية. أنا متأكد في ناس مرة كثير يقول عمر ترى قاعد تبالغ. عمر ترى يعني ليش لا؟ بالعكس يعني فرصة وجاتك لين عندك. البنت زي العسل وما ذا. البنت عاقلة. وأنا أقول في عقلي آها عاقلة. الظاهر إنكم ما شفتوا الفيديو هذا. لا 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 تحسري المعجون زي كذا. أنتي مجنونة؟ لازم تحطي نقطة وبيها. شايفين فين حاطه الفرشه؟ انتوا شايفين ايش على الفرشه وتقولوا لي عاقله؟ لازم تحطي نقطه وبهدوء عشان يصير طعم اسنانك يمي يمي. اولا تقول لك حط نقطه. المشكله مو في النقطه، المشكله التراب حق الاسفلت. التراب اكثر من المعجون. ثانيا هي ليش قاعده تستخدم دمبل على اساس انها تطلع ما هو المعجون مليان. ثالثا يمي يمي يامي يامي ايش؟ طعم الاسنان جاب. انت تتغذي على البشر. قولي تصير ريحة الاسنان حلوة، تصير نظيفة. طعم الاسنان يامي يامي. يا جماعة الخير ارحموني. قولي يور بدي قبك مشي. قولي ابي نامي كايسي. قولي نيمي لوب ان وانتي. سوى التاتو اسم بيدها. دقيقة انا دوب استوعب. والله اسمي. نزلت الشارع عشان اجرب. يقولوا لو فقعنا هذه البالونه رح يطلع جوتها كنز. عروسه وش كمان؟ عموري. رحنا فيها يا جماعه خلاص رحنا فيها. لا 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 تقفل الباب زي كذا. انت مجنونه. لازم تفكيه وتدخلي من جوا، تمسكيه من جوا وتصكي، وبعدين تخرجي من الباب الثاني كده. يا جماعة الخير ألف مبروك. قانون نيوتن الجديد في المقطع. البنت هذه ذكية ذكاء أينشتاين فخور فيك. تقول لك ما تقفل الباب، تخش السيارة تقفل باب من جوا تطلع من الباب الثاني. طب دقيقة أنا عندي سؤال لعيونة. دقيقة لما طلعتي من السيارة من الباب الثاني كيف راح تقفل الباب الثاني؟ لا تقولي لي تدخلي وتطلعي من الباب الأول. لا جواب أكثر ابتكارا يا أستاذة عيونة. بتتحديت قوانين الفيزياء والكيمياء كلها. أنت كسرتي قاعدة أينشتاين. يا جماعة الخير هذا المقطع أنا نزلته وقلت فيه إذا زوجتي رفضت تسمي ولدنا أوزوماكي ناروتو. طبعا أخوكم في الله بدأ يتابع ناروتو من فترة الحمد لله لسه شاد حيلي. باقي لي 600 ألف حلقة بس ما عليكم حنصل. فبصراحة حبيت شخصية ناروتو يا جماعة الخير وقررت أسمي ولدي ناروتو. فسويت مقطع كده تكتك اللي إيه إذا زوجتي ما سمت ولدنا نارانا حعصب وأزعل. الناس انبسطوا من الفيديو ما شاء الله جاب 6 مليون مشاهدة في التيك توك. يا رب لك الحمد. لا داعي شكرا بفضل الله ثم بفضلكم. انا مالي دخل. وهيونا ما صدقت خبر اذا زوجتي ولدنا. عموري فك الباب خلاص اطلع يا ابو. زوماكي ناروتو ممكن تفتح الباب؟ زوماكي ناروتو تعال نشوف بابتك فتح ولا لا. ايش ذا بوزو ماكي ناروتو؟ تعال شوف ابوك فتح الباب ولا لا؟ الولد مات وتقولوا لي عمر اتزوج؟ انتوا مجانين. بسم الله. اوزو ماكي ناروتو يلا نروح مشوار مع دادي. يلا فتح الباب.
والله العظيم ما حصل، والله ما فتحت لها، والله ما فتحت لها الباب. يا هيونة في احد الهوا فتح الباب، انا مشيت ترى رحت. تعرف وش اللي مخوفني؟ والله يا جماعه انا شاك انه هيونة جات، استغفر الله، اللي جات المقر هي ولا الباب اللي صورت عنده، او منطقه الباب تشبه منطقه الباب اللي انا مصور عندها هنا. لاحظوا الباب اللي عندي، باب جدار وفي خشبه هنا في اليسار، شايفين انه في باب ثاني جنبه. وشوفوا الباب اللي صورت فيه هي، لاحظوا باب جدار باب ونفس لون البلاط. الموضوع بدي يخوف يا جماعه الخير. والبنت وصلت مستوى شويه عالي يا جماعه الخير في الحب. واحد كتب لها عشان خاطر عمر ردي علي، راحت قالت له عشان خاطر عمر وعشان ما اخليها في خاطرك رديت، خاطر عموري غالي عندي، لا تخلوني انفذ طلباتكم الرايح وجاي وتستغلوا حبي. طب عشان خاطر عموري بكيني في حالي. السماعه انكسرت. شفتي يا يونا؟ شفتي ايش سويتي في اخوكي المسلم الغلبان؟ قلت لكم بفكر كم يوم اقول لكم بتزوجها ولا لا. اخوكم في الله طبعا بيكمل نص دين، وبس مو بالشكل هذا. شكل انا قررت اني ما راح اتزوجها، ومن هذا المنبر اقول لك يا يونا سيبيني في حالي رجاء واطلع من حياتي واشوفك على خير. سلام عليكم. ننهي بالسلام لكل رجال ومدام يبغوا يدقوا احترام لانه وضعهم تمام. مع السلام مع السلام مع السلام، لاني تعبان فبروح انام. يلا سلام.